سي مع السلامة، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كلكم ألف ألف خير. سامحوني على الغياب المطول هذا شوية. اليوم رجعت لكم بفطاير محشيين بنين برشا وسهلين سهلين على الأخر، إن شاء الله يا ربي يعجبوكم. دونك باش نخليكم مع الغوسات. جست قبل هذا حبيت نذكركم اذا كان مازلتم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يخلط لكم كل جديد، وما تنسونيش فك الجيمات المزيانات اللي شجعوني برشا. وتو نخليكم مع الغوسات ونقول لكم فرجه ممتعه. وباش نعمل الفطاير نتاعنا نسحقوا 500 غرام فرينه، باش نحط عليهم شويه ملح، باش نحط مغرفه صغيره ونص ماء، باش نحط عليهم الماء سخون، لازم يكون سخون يغلي. دونك فوالا هذه العجينة تعجنت، حطيت شوية زيت في الطبق نتاعي كيما شفتوا. باش نوريكم العجينة يلزمها تكون طرية كيما قاعدين تشوفوا، فوالا باش نجي نحفاها نبليد بشوية زيت. متقولوش راهي تو طرية برشا ولا حاجة، راهي مازالت سخونة تو، كي تبرد زيد شد روح. تو يجي هكا بشوية زيت، باش نجي ناخو كعابر، نعمل هكا كعابر شوفوا. ندهنوها بشوية زيت ونخليوها ترتاح. وتو قسمنا العجينة كيما شفتوا على ستة كعبر، باش نجي ونغطيها بالسيلوفان ونخليها ترتاح. هذا كيما هكا ونخليها ترتاح نصيف ساعة. وتو مادام العجينة نتاعي قادرة ترتاح، باش نجي نحضر الحشو نتاعها. دونك نتوما واش تحبوا فريمون، تحبوا تحطوا اللي تحبوا عليه. في واحدة عملت شوية دجاج، عندي شوية دجاج طايبة مفوحة وكل شيء وطايبة، دونك حطيتها فتفتها شوية وحطيتها. دونك معاها باش نزيد شوية جبن، جبن عندي جبن هذا موتزاريلا رابي. تنجم تعملوا الحشو اللي تحبوا عليه، باللي نتوما تاكلوا تحبوا تحطوا فيها، معناتها ما فيهاش حاجه معينه. معناتها ديما نقول لكم تاكلوا كيما نتوما تحبوا، حتى كان فما روسيت هكا ولا هكا تنجموا تبدلوا فيها، معناتها الفاح ولا تبدلوا فيها، مش حاجه لازمة معناتها. دونك حطيت فيها شويه بن، باش نحط فيها شوية معدنوس. فوالا هذي باش نحط فيها طبعا هكا جبن قصوه جويد
مش متعمل زادة فرماج ربي معناتها المونتال شيزو معناتها موزاريلا نسا عجبني ديما الموزاريلا خير من الفرماج ربي خطر أخف زيد الرابي فيها شوية فرماج هذا يا سيدي جودا انتوما نجم كما قلتلكم تحطو فيها فرماج ربي موك هاو طول حسيت باش نعملها جبونات هذي هكا باش نعملها بالجبن هكا باش نزيدها شوية زيتون وهذا هما الزوز انواع نتاع الحشو اللي عملتهم كما قلت لكم نتوما تنجمو تعملو اللي تحبوا عليه الكل طيب نحط شوية زيت ها شوفوا العجينة كي ترتاح هكا بالنسبة للخشن هكا باهي صافا فوالا تو باش نجيو نحطو الحشو حاولوا كل واحدة باش تقسموها على ثلاثة دونك تو باش نجيو نلمو العجينة هكا نقلبوها نحاول نحلوها بشوية بشوية تو في المقلة متاعنا باش نحطو شوية زيت سخنتها على نار متوسطة شوية زيت مش برشا هكا وما خليوهاش تيب برشا على جنب برك معناتها كل دقيقتين ثلاثة كيكا نقلبوها كل مرة نقلبوها باش تيب على جنب الزوز مليح مليح وخليوها تيب حتى لين نشوفو معناتها العجينة حمارت معناتها ولات كلي تتقرمش شوية هذي طبت وهذا من الفطائر متاعي حضروا جاو بنين بنين يهبوا شوفوا قداش طريين والفروماج يتجبد من داخل بيان سور كيما قلت لكم تنجموا تعملوا بالحشو اللي تحبوا عليها حسيلو فريمون جاو بنين بنين برشا ننصحكم تجربوهم وعلاش لا تخليوا لي دي كومونتير تقولوا شنو رايكم ومتنساونيش فك جمات الميزانات واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك وما ينساش يفعل الجرس باش يخلط له كل جديد وعلاش لا تبارتاجيو الفيديو لحبابكم ولاصحابكم ونقولكم تو بالسلامة وان شاء الله على قريب في فيديو جديده